مين في نهاية الموسم. على كل باش ناخذ أكثر تفاصيل على الموضوع هذا من عند الكوتش بيدو حمادي الدوسي. حمادي أهلا بك. أهلا بك، تحية ليك سلام وتحية لجميع مستمعيك في الكفام. أهلا وسهلا. دونك كوتش، لو كان تفسر لنا قريبا الاتحاد عمل نهاية موسم مميزة من اللي خفت أنت مقاليد النادي، نتائج تحسنت، الفريق حقق الهدف نتاعو هو تفادي النزول، حتى تفادي النزول كان نقولوا نسبيا مريح فرابور البداية نتاع الفريق، شنو صار علاش القطيعة هذه؟ والله اولا نجم نقول احنا هي نهايه موسم، يعني العقد بتاعي كان ينتهي يعني في اخر سبتمبر 30 سبتمبر. صحيح عملنا نتائج ممتازه، ما يخفاكش خلينا الفريق يعني عنده 2 نقاط مع 8 هزائم وزوج تعادلات، حققنا نتائج كانت ممتازه. الناس كل تعرف انه مع النتائج الممتازه كان ثم اقلاع في الاداء، كان ثم كورة جميلة لعبها فريق اتحاد تطاوين، فرضنا أسلوبنا حتى على الفرق الكبرى، الرتور تقريبا كنا 30 في الترتيب، في 5 مقابلات الأخيرة كنا 30 احنا الأولين احنا والترجي الرياضي التونسي، يعني هذه أرقام نعتبرها أرقام قياسية تشرف الإطار الفني وشرف أحد اتحاد تطاوين. انتهى الموسم بأريحية الحق الحمد لله، ضمننا البقاء بتاعنا وبعد ما تواصلتش التجربة لعدة اعتبارات. اللي هي اللي هي نشوف بعد مقابلتنا الأخيرة مع نادي البنزرتي، معناها كملنا بالطبيعة روحنا باش نكون واضح، يعني 5 أيام الأولى نكلم في رئيس النادي ما كانش تم إجابة، يعني ما يجاوبش على التليفون. كانت يمكن الكونتاكت مع نائب الرئيس، قال لي نحبوا على تجديد العقد، قلت له ما ثم حتى مشكله نجدوا العقد بتاعنا، نجيو لتفاقس من بعد اي جانا لتطاوين. يعني حسيت بصراحه انه يمكن ما ثماش جديه كبيره لتجديد العقد، مع انه ثم بعض المستحقات الماديه يعني ما زالت مع عدد الفريق كسوا لي انا كسوا الاطار الفني اللي معايا، وهذا اللي طلبناه من رئيس النادي، يعني على الاقل يعني تكون معناها يسوي الوضعيه، لكن هذا ما صارش. دونك خليت الامور يعني ما تكونش هكا، حسيت انه ما ثماش برشا جديه لتجديد العقد، مع حتى من ناحيه البروجي سبورتيف، يعني تعرف فريق اتحاد تطاوين خرجوا منه تقريبا 10 لاعبين اساسيين، انا تمنيت انه اللاعبيه يقعدوا مع الفريق. انت لما تجي على مشروع رياضي خويا اسلام، احنا عملنا نتائج ممتازه في اخر الموسم، الحاجه الممتازه في فريق اتحاد تطاوين انه تشوف انت اللاعبين بتاعنا اصبحوا الفرق الكل تجري باش تاخوهم، شفنا الهادي خلفه الكوني خلفه مشى المستير، شفنا النادي الافريقي يحب على رفيق الكمرجي، شفنا سعيد يقيتي مشى قطر، وهذا اكثر حاجه احنا كنا فرحانين بها، هو انه اللاعبيه كانت تحسن المستوى بتاعهم واصبحوا مطلوبين من الفرق. انا طلبت انه المجموعه تقعد على الاقل، معناها العمود الفقري بتاع الفريق يقعد وباش تكمل المشروع الرياضي بتاعك، بطبيعه تصير انتدابات، تكون انتدابات يعني سيبلي، وباش العام الجاي يعني نعملوا نتائج احسن من اللي قبل لهم. لكن ما راني انه برشا لاعبيه خرجت، دونك مع انه ما ثماش فرق وقت كبير للتحضيرات، حسيت انه يمكن وسائل معناها دي كريتير ريسيت بتاتا ما تكونش موجوده، هذا اللي خلاني معناها مع السبب اللي قلت لك الامور الماديه، مع انه حسيت انه ما ثماش جديه كبيره لتجديد العقد. اش معناها جديه كبيره؟ انا لما اتصل بي رئيس النادي في بدايه الموسم في 3 دقائق اتفقنا على كل شيء. يعني مش لازم يجيني التطاوين ولا نجيك لتفاقس ونقعد نحكي وكذا كذا، كنا نجموا يعني نخلصوا الامور بسرعه وما ثم حتى مشكله ما بيناتنا. لكن كيف لي شوز تقعد معناها خاطرين هكاك، حسيت انه ما ثماش جديه كبيره بصراحه لتجديد العقد، هذاك علاش طلبت رئيس النادي قلت له يعني يوفى المكتوب احسن ونقعدوا علاقتنا ممتازه وبالتوفيق لاتحاد تطاوين اللي هو فريق ممتاز، فريق كبير بجمهوره وبرجاله وبناسه، ونتمنى له كل خير ونتمنى كل خير والتوفيق للمدرب كذا القدر. شنو كان رده كوتش؟ ردوا قال لي عندك كوتش نادي تخمم شويه ونرجع لك بعد ساعتين وكنت انت هكا مستعجل شويه، قلت له لا راني حسيت انه ما ثماش يعني جديه كبيره لتجديد العقد، قال لي لا كوتش نرجع لك ساعتين اخرين وزيد تخمم شويه، رجع لي بعد ساعتين اخرين قال لي قدر الله ما شاء فعل وهذيك هي الكوره وبالتوفيق ليك يا كوتش، وهذا هو اللي صار، هذا هو رده الفعل بالضبط. يعني ما حسيتش انه الفريق، شوف لما تحس انه رئيس النادي ولا اداره الفريق مش متمسكه بالمدرب بتاعها
بطبيعة يعني يمكن أنا أتخيل أنه تنتهي المسيرة أحسن من اللي تبدأ الأمور ما هيش ممتازة يعني. اي نتصور الاسهم طالعه بلغه البورصه، هو زميلي وليد شويه خبش يعطينا فلاش بورصه بلغه البورصه، الاسهم متاعك طالعه كوتش، فما حاجه؟ لا والله، لا والله، ثم يعني بعض العروض الخليجيه، نصف عرض في تونس، لكن ما بكل صراحه انا بالنسبه للعروض الخليجيه مانيش متحمس برشا للعروض الخليجيه. علاش؟ لاني عديت والله. شوف سليم، انا تقريبا خادم 15 سنه يعني، ولا حتى 17 سنه، ما بين الامارات، ما بين المملكه العربيه السعوديه، ما بين الجزائر، يعني تعبت هكا شويه من الغربه. يمكن انا بديتها بالمقلوب يعني، ثم مدربين يخدموا في تونس باش من بعد يمشيوا للخليج يعني، باش ياخذوا لي كونترا في الخليج. انا بديتها بالمقلوب يعني، خدمت في العديد والعديد من النوادي الخليجيه، خدمت في نادي الخليج الاماراتي، في نادي الرائد السعودي، نادي الرياض، نادي ضمك، نادي الطائي، نادي النهضه، نادي اتحاد الحراش الجزائري، دفاع طنجره الجزائري. هذه مسيره كانت خارج الوطن، انا نعتبرها كافيه انه معناتها واحد ديما يفكر في بلاده، حتى الظروف العائليه بتاعي تتحتم علي اني نكون في الفتره الجايه في تونس. وتستهويني بصراحه البطوله التونسيه سليم، شفت رغم الكواليس بتاعها ورغم الاجواء بتاعها ورغم هذا الكل، انا نخير اني نخدم في تونس. تستهويني برشا. اي قلت لي عندي اشتغل روحي، برشا نحب نخدم في تونس يعني. قلت لي عندي اشتغل عرض في تونس، منين؟ لا ما نجمش نقول عليه يعني، انه هو اشتغل عرض، كان جاء عرض راني يعني. معناتها اشتغل ايش معناتها؟ اتصالات غير رسميه؟ غير رسميه، غير رسميه بكل امانه يعني، اتصالات غير رسميه، لكن ثم اتصالات كما قلت لك من زوز نوادي في الخليج، وبكل لطف رفضتهم، وكما قلت لك نخير اني نواصل التجربه في تونس وقت يتوفر عرض طيب يستجيب لطموحاتي. تبدا كونتكست باهي، بروفيل تاع فريق عنده خاصه اهداف رياضيه، اكيد معناها جو في با ايزيتي، بالعكس معناها باش يكون من الاولين ومرحبين اني نخدم في النادي هذا. يعطيك الصحة، شكرا لك كوتش، وبالتوفيق ان شاء الله في مسيرتك في قادم الفرق اللي باش تخدم فيها ان شاء الله.